دائرة الدراما الإذاعية تقدم التمثيلية الإذاعية المخرجان المنفذان ربيع خزام وفراس عباس. التمثيلية الإذاعية الإخراج فاضل وفائي. عطر من أزاهير الجلاء، تأليف أحمد نعمان. الجلال والجمال والسناء والبهاء في نبار في نبار، والحياة والنجاة والعلاء والنجاة في هوى في نبار. هل أرى سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، بابا ما بتمل، عن جد ما بتمل من هالأغاني. لا يا ستي ما بمل ولا رح مل لك يا بنتي، هاي الأغاني معاش عشة بدماغي من جوا، ما بقدر إلا ما أتفاعل معها وغني معها كمان. 60 سنة مضوا يا بنتي، 60 سنة مضوا من عمري وأنا عم أسمعها، وبدك يعني هلأ أمل منها؟ ما اختلفنا بابا، بس في أغاني جديدة ليش ما بتغنيها؟ لك يا بنتي يا حبيبتي، كل نشيد من هالأناشيد له ذكرى عزيزة بحياتي. مثلا أنا تعرفت على أمك بمسيرة كانت بعيد الجلاء، كانت مسيرة مشاعر ليلية. ايه، وأبوكي كان حامل بدون المازوت ويشر عليها المازوت. وقتها لوت لي بدلتي ولوت بدلات رفقاتي كمان. مزبوط، والله مزبوط. أنا شفت عيون أمك يا بابا وكان في عندي عقل وطار. خجلتني. هيك لكان من النظرة الأولى يا عمو. ايه لكان من أول نظرة جبت أجله لأبوكي. ليك قدامك اسألي. مسيك مسيك قهوتك خلصني. هاتي 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 يا عمري هاتي. الحمد لله. دايمي يسلموا ايديك يا صفاء. صحتين وهنا تقبرني. هلا شو مشان المساء؟ بدنا نروح على بيت اهلي ولا لا؟ ايه والله ما بعرف، مشان الاولاد بدهم يناموا بكير، يعني مو حلوه نروح ساعه زمان وينعسوا الاولاد ويناموا، وتعان تعون وجيبهم نايمين بهالليل. اذا بدك روح لحالك او اجلها ليوم الجمعه، والسبت بيكون عطله كمان، منروح من الصبح ومنرجع على الغروب مثل العاده، مو احسن هيك؟ لحالي ماني رايح. شو فرحان بشوفتي أبي؟ أكيد لا، هو بده يشوف الأولاد. الليك خلص صفوة بلاها، خليها للجمعة أحسن. شفت شلون أحسن؟ شوفي شوفي مين صفاء، شوفي مين ما كان اللي له. أنا نايم ها؟ ولي أبوك. مسيك مسيك رد عليه. ولي ولي هاتي 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 هاتي. ألو. اهلا اهلا بالمعلم. يا اهلين، وينك لهلا ولك عبنطجي؟ تاركني استنى الاولاد وقاعد وعملنا المحلايه وخلصنا. والله يا معلم يعني اتعلم العصي بجنابك. بدك تبطل هالتلبسه تبعك؟ ما بدك تبطلها؟ قوم قوم هات الاولاد وجيب صفاء وتعول عنا. قوموا يلا قوم،
ما بدي أي أعذار بنوبها. عم نستناك. يلا يلا حبيبي يلا. بس يا أبي نحن حاجة بس بس يا ولا أمر عسكري نفس بمعترض. أمرك سيدي. شو ما نفدنا؟ لا والله ما نفدنا. قال أمي عاملة المحلاية الأولاد، البسي البسي ولبسيهم خلصيني من شان الله. المهم كان جدك ما يمل يضل يحكي لنا قصته مع الفرنساوي، وكنا نتحمس ويضرب الدم لراسنا كل ما حكى لنا حكاية معركة الغوطة وكيف انتصروا على الفرنساوي بآخر أيامه. لك بس لك أبي بس صفاء، لك صفاء سكتية خلينا نعرف نسمع لك صفاء. تركون يعيطوا يا أبي تركون، على قلبي أحلى من العسل، كأنهم عصافير عم تزقزق. خلاص بقى. المهم يا بابا من هديك الأيام وأنا كل ما إجا نيسان وبالذات عيد الجلاء بتاخدني الذكريات لحكايات جدك وستك عن المحتل الفرنساوي وقديش عانى الشعب السوري منهم وقديش ناضلنا ودفعنا دم لخلصنا منهم. مشان هيك كنت كل سنة تاخدنا على المتحف الحربي وتفتلنا يا زاوية زاوية وقرنة قرنة وتورجينا الطيارات والمصفحات والدبابات والرشاشات والمدفعية. لهلأ لهلأ أنا حافظتهم بصم، لك حتى الصور المعلقة حافظتها. ايه ايه ضروري تحفظوها يا بي، ضروري تحفظوها وتحفظوها لأولادكم وولاد أولادكم كمان. هذا التاريخ، هذا تاريخنا يا بابا، وكل دول العالم بتدرس تاريخها لأولادها، ونحن لازم ندرس تاريخنا لأولادنا، خصوصاً نضالاتنا المشرفة ضد الاحتلالات كلها لحتى أخذنا استقلالنا. ونفس التاريخ منسمع نفس الموال وبيحكي لنا قصة الفرنساوي والتركي والمعارك اللي صارت. هلأ الأولاد بيناموا وبكرة بالعطلة بده ياخدنا على المتحف الحربي. معلش لك بنتي تحملوا شوي، يعني هو يوم بالسنة، بعدين اعتبروا سيران، وين المشكلة؟ يا حبيبي معناها بده ياخدنا مثل كل سنة على المتحف. اي طبعا، والله أنا من جهتي حابة أطلع، هذا المشوار ما بيتفوت وخصوصي لأنه بنيسان ولأنه كتير الجو حلو وربيع. الدنيا ربيع والجو بديع. الدنيا بديع والجو ربيع. قلتي لي لك عن هيك، وهدول الفصاعين مين بده يهديهم؟ أنا بساعدك لا تخافي. شو قلتي يا أم كامل؟ منروح بكرة، شايف لك الشباب كله اعتذر عن الروحة، ما ضل غير أنا وياكي. ايه منروح، شو ورانا؟ الأولاد يصطفلوا. كنت بتمنى يروحوا معنا مشان هالولاد الصغار ينبسطوا لما بيشوفوا الطيارة والدبابة والصاروخ. ايه عم يشوفوا كل شي على الفيسبوك، مو بس عم يشوفوها، عم يركبوها ويسوقوها ويطيروا فيها وعم يحاربوا فيها كمان. لك هديك لعبة لعبة، أنا قصدي يروحوا يشوفوا تاريخ بلادنا والأسلحة اللي حاربوا فيها السوار لحتى أجلوا الفرنسيين من بلادنا، هذا كان قصدي. إيه يصطفلوا، بكرة أهليهم بياخدوهم. قلتي؟ إيه. خلاص خلاص، بكرة الصبح الاجتماع عندي هون بالبيت، ها، ومن هون الانطلاق، وما بدي أي تأخير ولا أعذار. شو فهمنا؟ بأمرك معلم،
9 الصبح منكون عندك، منيح هيك؟ ممتاز، كتير منيح. خليكن عنا، ناموا هون، والله في وسائل. لا 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 مرت عمي، الله يخليكي، ما فينا ننام هون، خلينا نروح قبل ما يناموا الصغار. جاهزة صفوة؟ ايه جاهزة حبيبي. يلا يا أولاد، يلا يلا بدكم حالكم، يلا بشاري استناكم، يلا يلا تيتا، يلا روحوا مع أهلكم. شرفوا شباب، شرفوا، شوفوا شوفوا شوف الطيارة هاي، هاي هيها هاي الطيارة 117 يا جدو، 117 هي خلصت تنسقت وطلعت تقاعد مثل جدكم وجابوها يعرضوها بالمتحف يا جدو. طالما كل شي بيتقاعد بيحطوه بالمتحف، ليش ما بيحطوك انت وماما هون بشي غرفة بالمتحف؟ خراس ولا خراس تضرب بهالكسب، سمعانة يا مشعبة؟ سمعانة هالواطي؟ بدي يحطها بالمتحف قال. سمعانة، تقبرني سمعانة، حسابه بعدين، هلأ فوتوا خلصونا. لحظة لحظة، أول شي منبلش بالأسلحة اللي برا وبعدين منفوت لجوا، شو رأيكم؟ شو يا أمل؟ مو أحسن؟ أنا معك بابا، من إيدك هاي لإيدك هاي، وبلش من المطرح اللي بتشوفه مناسب، يا أحلى بابا بالعالم. هدول شرحت لنا عنه يعني بتشرين بالعلامة، هاي الدبابة من غنائم حرب تشرين، نحن جايين نشوف معروضات الجلاء، صح ولا أنا غلطان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت بالذات محروم الجاية معنا السنة الجاية، لك تضرب بهالكسم. معليش يا جدو معليش، منعيدها من أول وجديد. شوفوا جدو، هاي دبابات إسرائيلية تركوها الأعداء الجبناء وهربوا قدامنا مثل الفيران، وهي هي هي يا جدو. مرحبا، انا ابو احمد، دليلكم بالمتحف. اهلا وسهلا فيكم بالمتحف الحربي، شرفتونا. اهلين عمي ابو احمد، بيشرفني مرافقتكم بالمتحف. ايه عم، منين بتحبوا نبدا؟ وانا عمك ابو شعبان، مساعد اول متقاعد، هاي العائله الكريمه تبعي، اولادي واحفادي. اهلا وسهلا، جايين بمناسبه عيد الجلاء نتعرف على ابطال الثوره السوريه الكبرى اللي طالعوا المستعمر الفرنسي من سوريا. تمام عليك نور، باخذنا عمي ابو احمد مباشره على جناح المعروضات الخاصه بهي المرحله بالذات. الله يوفقك يا ابو احمد. جميل، انت بالذات اسكت بلا ما تحكي، انا بس اللي بيحكي. مثل ما قال لك يا ابو احمد، خدنا على هذا الجناح. اكرموا، تفضلوا تفضلوا من هون، شرفوا شرفوا. يلا يا رب، تعموا تعموا، يلا شرفوا شرفوا. هاي صورة سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى، الله يرحم. رحمة الله عليه، هذا هو اللي دوخ فرنسا وأجبرها على إجلاء قواتها المحتلة من سوريا. وهذا الشيخ صالح العلي اللي رفض كل إغراءات الفرنسيين ليقسموا سوريا بهداك الزمان، وبعت لسلطان باشا الأطرش رسالة بيعلن فيها رفض التقسيم وانضمامه للثورة بقيادة سلطان باشا. أخ قديش كانوا أجدادنا عظماء. وهذا مين؟ هذا البطل إبراهيم هنانو اللي دوخ الفرنسيين بحلب وإدلب، قبضوا عليه وحاكموه، والنائب العام الفرنسي طالب بإعدامه وقال
لو أن لهنان سبع رؤوس لطلبت قطعها جميعا. إيه يا لطيف، لهالدرجة الحقد؟ وأكثر. بس القاضي للأمانة أطلق سراحه واعتبر ثورته ثورة سياسية مشروعة، وبعد انتهاء المحاكمة وإطلاق سراحه حاول هنانو يدخل على غرفة القاضي ليتشكروا على الحكم النزيه بالبراءة، بس القاضي رفض استقباله وقال: أنا لا أصافح رجلا تلطخت يداه بدماء الفرنسيين. عند الحكم كنت على منصة القضاء، أما الآن هون بالغرفة فأنا مواطن فرنسي. هي قصة إبراهيم هنان. هذا أحمد مراود اللي دوخ الفرنسيين بالجولان. ايه سمعاني هالاسم. ايه وهي وصلنا يا أبو شعبان لهون. تفضلوا تفضلوا. هذا جناح المعروضات الخاصة بأبطال الثورة السورية الكبرى، وهي صورة سلطان باشا الأطراش الله يرحمه. الله يرحمه. مين؟ المساعد أبو شعبان؟ مين؟ العميد سعيد. احترامي سيدي. اهلا اهلا يا ابو شعبان. طمني عنك سيدي، طمني عنك، وين صرت؟ وين اراضيك؟ الحمد لله انا بخير. اتقاعدت بعدك بكم سنه، وهي المدام ام كامل. يا اهلا وسهلا فيك يا اختي. يا اهلا وسهلا، شرفنا. وهي العائله تبعي فردا فردا، هاي مرتي، هدول ولادي وأحفادي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله. أهلين، شرفت بمعرفتكم يا جماعة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كان الشيخ صالح قائد عسكري عظيم ورجل سياسي محنك. مو بس هيك، كمان كان شاعر وأديب. اسمعوا هالقصيدة للشيخ صالح اللي خاطب فيها المستعمر الفرنسي. اسمعوا: بني الغرب لا أبغي من الحرب ثروة، ولا أترجى نيل جاه ومنصبي، ولكنني أسعى لعزة موطن أبي إلى كل النفوس محببي. كفاكم خداعا وافتراء وخسة وكيدا وعدوانا لأبنائي يعربي. تودون باسم الدين تفريق أمة تسامى بنوها فوق دين ومذهبي. فما شرع عيسى غير شرع محمد، وما الوطن الغالي سوى الأم والأب. الله 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 يسلمك يا سيدي. قسما بالله قسما بالله، وقف شعر بدني. وهي القصيدة محفوظة بالمتحف بين الوثائق. طبعا يا صبايا، المرأة كانت حاضرة بهالحرب ضد المستعمر الفرنسي، وهي الوثائق بتثبت انه كانت جنبا الى جنب مع الرجل، كانت تحمل السلاح وتحارب معهم، واستشهدت بالمعركة مع يلي استشهدوا، وفي منهم كانت زوجة الشيخ صالح فضة احمد حسين. انا سمعت بقصتها، بصراحة انا اول مرة بسمع فيها. إيه مو بس فضة زوجة الشيخ صالح،
في قائمة طويلة من المناضلات السوريات يلي كان إلهم دور بارز بمقاومة الاحتلال الفرنسي، من طبيبات وشاعرات وكاتبات مثل سارة مؤيد العظم وعادلة بيهم الجزائري وسوريا الحافظ وسلمى الحفار ووداد سكاكيني. وما مننسى أبداً المناضلة نازك بطلة ميسلون يلي رافقت الشهيد البطل يوسف العظمي لميسلون وكانت شاهدة على استشهاده. ايو دخلك؟ وين هدول البطلات العظيمات مغيبين عن مسلسلات اليوم؟ يا عيب الشوم عليهم. اي والله عنا كل هالقامات الكبيرة المغيبة؟ اي بس شاطرين يصوروا المرأة السورية مثل الجارية بالحرملة. أمرك ابن عمي وتغسل رجلي وتقول له أمرك سيدي وتاج راسي. لك يا عيب الشوم. فعلا فعلا يا عيب الشوم، وين هالقامات الكبيرة وليش تغيبت عن التاريخ؟ أكيد أكيد هالتغيب مو بريء أبدا. طبعا مو بريء، وللأسف لا زالت هالعملية مستمرة ببعض الأعمال الدرامية لليوم، وهذا تزوير للتاريخ وخاصة لدور المرأة بإنجاز الاستقلال وجلاء الفرنسي عن سوريا. مدري يا سيدي، مدري ليش بس اجي لهون يا سيدي وشوف هالبانوراما، بانوراما حرب تشرين التحريرية، روحي بتفرفح. طبعا بدها تفرفح، مو بس انت وانا كمان وكل مين شارك بهالحرب العظيمة يا ابو شعبان. اها اصبح اجتمعت انت والوالد. ليش كمان انت شاركت فيها سيادة العميد؟ طبعا شاركت فيها، كنت متخرج جديد من الكلية الحربية وفورا زجونا بالمعركة. طبعا يا شباب، حرب تشرين التحريرية كانت امتداد لتاريخ آبائنا وأجدادنا، امتداد ما بينفصل أبدا، والتاريخ رح يسجل كل هالنضالات ضد المستعمر والمحتل وبحروف من نور، ورح تبقى للأجيال القادمة منارة يستهدوا فيها. يا الله يا الله، قديش شعبنا وجيشنا قدم شهداء. لك ليش قليلة الحرب الظالمة اللي صار لها 10 سنين؟ والله والله لولا الجيش لكانت انمحت سوريا عن الخارطة وقسموها وصارت 100 سوريا. لك الله يحمي جيشنا، الله يحمي جيشنا وينصره. طبعا يا ابني، الجيش العربي السوري ونحن أعرف الناس فيه هو عماد سوريا وعمودها الفقري، ولولاه ما تحققت كل هالانتصارات وتحررت 3/4 سورية من الإرهاب، والباقي على الطريق إن شاء الله. اطمن، بهمة جيشنا رح يتحرر كل شبر من سوريا، اطمنوا. وهاد مين يا أبو أحمد؟ هذا البطل أحمد مراود، مو سمعاني فيه؟ بصراحة لا، يعني هاد من أبطال الاستقلال كمان؟ أكيد، هذا البطل اللي زلزل الأرض تحت أقدام الفرنسيين بحوران، هب مع مجموعة من الشباب لنداء الوطن وتسلحوا وانضموا لبقية الأبطال يلي حاربوا المستعمر الفرنسي، ومن أهم المعارك كانت معركة المسافرة. إيه معقولة ما حدا سمع فيها؟ كلنا منعرفها للمسافرة. أنا قريت كتير عن البطل أحمد مراود وبطولاته، وسموا باسمه أكتر من مدرسة تخليداً لذكرى. وهي الأسلحة المعروضة قدامكم، هي أسلحة الأبطال استخدموها بالحرب على المستعمر الغاشم. وهذا المسدس عمو؟ هذا المسدس وكتير من المسدسات والبواريد يلي غنموها من جنود وضباط فرنسيين بعد ما قتلوهم بالمعارك. والله تاريخ مشرف لأبطال الاستقلال، رح نضل نعلمه لأجيالنا ليعرفوا أجدادهم شو عملوا وقديش ضحوا وقدموا شهداء لحتى يحرروا سوريا من المستعمر الفرنسي. خطت آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة وإلكون الصدارة. خطت آدم كن على الأرض هالدارة، خطت آدم كن على الأرض هالدارة، انتو
سامع الغنية يا ابني جميل؟ اي نعم سمعانا كتير سيادة العميد. اكيد انت وغيرك سمعانينها كتير كتير، بس لما منسمعها انا وابوك بيكون لها وقع خاص ما بيعرفه الا اللي حارب بحرب تشرين التحريرية. كيف هي بقى؟ شرح له شرح له وفهمه ما بيعرف. هي الغنية رافقتنا طول حرب تشرين التحريرية. ايه والله. وكانت كل ما تطلع يطلع وراها اخبار الانتصارات بالجبهة، لذلك انطبعت وترسخت بذاكرتنا ومستحيل ننساها لحتى نموت ونفنى تحت التراب. ايه بعيد الشر عنكم، ان شاء الله طول العمر لكم. يا شعبان انت خدمت جيش وبتعرف شو معنى الخدمة بالجيش، اما الافندي جميل ما بيعرف لسه. ايه بكرة بس يتخرج ويلتحق بالجيش بيعرف معنى هالكلام اللي عم تحكوه عن الجيش العربي السوري اللي لولا كانت ضاعت سوريا. هوب هوب طولوا بالكم يا جماعة، وين رحتوا؟ أنا كل الحكي كان من باب المزح، ليس إلا أكيد ماني مصدق إمتى خلص هالكم مادة لألتحق فورا، وما رح أتأخر عن الخدمة ولا ساعة. هيك بدي إياك يا جميل، مثل أبوك بطل. الوطن يا ابني بده رجال وأبطال يحموه مثل ما حموش دادنا وآبائنا من مئات السنين. قديش مر غزات واحتلالات على بلدنا، بس الكل انهزموا وظلت بلادنا حرة، ما خنعت ولا استسلمت لأي محتل أجنبي. وهاد مين يا أبو أحمد؟ هاد البطل حسن الخراط؟ لا تقولي ما نك سمعانة فيه. مبلا مبلا هاد أكيد سمعانة فيه. والصورة اللي جنبه لمي؟ هاد المجاهد محمد الأشمار، وهاد دول مجموعة من سوار الغوطة يلي لقنوا المستعمر الفرنسي دروس بالرجولة لما صدولهم بالغوطة. بوقتها كانت الشام العاصمة عم تغلي غلي، كانت المعارك السياسية لا تقل شراسة عن المعارك بالميدان، وكل الشعب كان مؤيد لهدول الأبطال يلي صنعوا الجلاء، وكانت المظاهرات بالشام يوميا وتحت القذائف والطيران يلي عم يقصف أحياء الشام والمدنيين، وكانوا يتحدوا ويطلعوا مظاهرات رجال ونسوان وأطفال وكبار، كل الشام كانت تطلع وتقوم. وأمام كل هالمقاومة ردخ الفرنسي وقرر يطلع من بلادنا مطرود وتحقق الاستقلال بجلاء الفرنسيين، وطبعا الفضل بيعود لهدول الأبطال اللي صورهم قدامنا. هذا هو الصح، ونحن لازم دائما نذكر طلابنا فيهم ونعمل زيارات دائمة على المتحف ليشوفوا الصور وحتى يشوفوا ويتعرفوا على هالأبطال اللي صنعوا استقلال سوريا. ايه والله. شايف هالخونة اللي تآمروا مع الأجنبي وجابونا كل زبالة العالم لعنا يا سيدي ليدمروا بلدنا؟ شايف شو عملوا؟ دمروا البلد يا سيدي، دمروها كله تحت شعارات كذابة وخداعة، دمروها. معك حق تزعل يا أبو شعبان، وكلنا زعلنا وانقهرنا على زهرة شبابنا اللي استشهدوا بهالحرب، وزعلنا على الدمار اللي صار بكتير من المدن والمناطق نتيجة الحقد الأعمى، لكن ما قدروا يكسروا عزيمتنا
وضلينا صامدين وهزمناهم، وبكرة اللي تدمر بيرجع بيتعمر، وبترجع سوريا أحلى وأجمل من الأول، وبكرة منذكر بعض. الله يسمع منك يا سيدي، الله يسمع منك. وأنا واثق من هالشي. يا جماعة انتوا هلا معزومين على القهوة عن سيادة العميد مدير المتحف. ما في داعي تعزبوا حالكم يا أبو أحمد. أنا رح خلي الشباب هون لحتى نشرب القهوة. أبدا أبدا، سيادة المدير عازم الكل، العائلات الكبار الصغار، لكو طالعنا كراسي على المرج قدام المكتب. إذا هيك معلش، شو رأيك يا أبو شعبان؟ اللي بتشوفه سيدي. تفضلوا تفضلوا. يا الله هالصور بشو بتذكرني؟ قولي بشو بتذكرك يا أم شعبان؟ كلياتنا ربينا على أمجاد هالصورة يلي رح تضل ساكنة بوجدان كل الشعب السوري. هاي بانوراما حرب تشرين الخالدة واللي لا يمكن لحدا أنه ينساها أبدا. إيه والله مستحيل ننساها أو ننسى القائد المؤسس الله يرحمه. الله يرحمه، عشنا معه أحلى الانتصارات، كان العالم كله ينحني لهالرجل العظيم، وبس كنت تقولي بأي مكان بالعالم أنا سوري كان الكل ينحني لك باحترام. ولا هلأ ولا بكرة، وبفضل انتصارنا بهالحرب رح يضل العالم يحترمنا غصب عنه، لأنه ما كنا عم نحارب بس مشان سوريا، كنا عم نحارب الإرهاب اللعين عن العالم كله. إيه بس بدك مين يقدر؟ ليكن عم يستخدموا الإرهاب ويدعموه ضدنا وضد جيشنا، وعم يحاصرونا ويجوعونا، هاد جزاتنا؟ مهما عملوا ومهما حاصرونا ومهما فرضوا علينا عقوبات، نحن المنتصرين بالنهاية، وقربنا كتير من إعلان النصر، وهن بلشوا ينزلوا عن السلم شوي شوي ورح يعلنوا الهزيمة. الله يسمع منك يا رب. وين يا أخ جميل؟ أخي جميل بشو صافين؟ آه؟ عم بسألك بشو صافين؟ بشو صافين؟ صافين بهالمتحف، صافين بهالأسلحة المتنوعة والصور يلي فيه كلها عليها بصمات الأجداد اللي حملوها،
ونحن ولا حاسين بهالشي. لا لا مو هيك كان العشم. لك نحن وين رحنا؟ نحن يا جميل حملنا عنهم هالمهمة وحاربنا الإرهاب وانتصرنا عليه، وكله رح يتسجل بالتاريخ، ومع الزمن بكرة أولادنا رح يزوروا هالمكان، ويمكن تكون صورنا معلقة هون. ايه هون، ومثل ما صنعوا أجدادنا مجد لسوريا نحن كمان صدينا العدوان وصنعنا مجد لسوريا. من مكتبة ولا تستغرب يجي يوم ونشوف صورنا هون. ليش لا يا جميل، ليش لا؟ ايه والله كل شي ممكن. يلا يا شباب يا صبايا، إذا خلصتوا من الفرجة أنتوا معزومين لعند سيادة العميد على القهوة. أبو كامل وأبو شعبان سبقوكم. يلا ممكن تتفضلوا. آه جد هاليوم بعتبره من أجمل أيام حياتي، لما استعدت ذكريات قديمة وحلوة وتعرفت على تاريخ عريق كله أمجاد وبطولات. وأنا كمان كل ما شفت حالي محبطة مباشرة بيجي لهو مع أبو كامل لحتى أخذ جرعة معنويات من هالتاريخ العظيم. مع أني زرت هالمتحف أكتر من مرة، لكن برجع بحن لهالزيارة فعلا، لأرفع راسي بهيك أبطال. خلونا نرفع راسنا ونفتخر إننا سوريين. يلا يا جماعة ما خلصتوا؟ الشباب سبقونا. لوين؟ على القهوة. هقال العميد مدير المتحف عزمنا كلياتنا على القهوة. شرفوا يلا. ايه والله يكتر خيره. صح يلا شرفوا. تعي تعي امسكي معي هالزرار. يلا 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 السلام عليكم. احترامي سيدي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. شرفوا شرفوا ارتاحوا. السلام عليكم. إن شاء الله انبسطتوا يا زيارة. بصراحة كل شي رائع، مشكورين على هالتنظيم، فعلا في توثيق للتاريخ المشرف والجدير بالاهتمام. ولو هذا واجبنا يا سيادة العميد. أهلا وسهلا بالشباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شرفوا 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 ارتاحوا شرفوا. وين العائلات يا أبو أحمد؟ ليكم جايين سيدي وراي. شرفوا تفضل. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفتونا. أهلا فيك يزيدك شرف سيادة العميد. الحقيقة كنت ناطر ليحضر الجميع حتى أحكي كلمتين بمناسبة عيد الجلاء. هالمناسبة العظيمة كل سنة بزور المتحف وفود ورحلات مدرسية خصوصي ليتعرفوا على الأبطال اللي صنعوا الجلاء. صحيح سيدي صحيح. نعم. وبهالمتحف موجودة كل الوثائق اللي بتدل على عظمة شعبنا وجيشنا، ورح تبقى لأجيال شاهدة على بطولات جيشنا اللي قدم الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن. صحيح. طبعا ونحن بدورنا مهمتنا نحافظ على هذا الإرث ونقدمه للأجيال القادمة ليكون منارة تهديهم للمحافظة على سوريا ويصونوها مثل ما صانها آبائهم وأجدادهم من الضياع. التمثيلية الإذاعية المخرجان المنفذان ربيع خزام و فراس عباس. التمثيلية الإذاعية الإخراج فاضل وفائي.